أيها الرب يسوع، كم نحن في حاجة إلى نعمتك، فتفضل واعطي كلمة لعبدك تكون بركة لشعبك. آمين. إنها أيام مباركة ومقدسة، تلك التي ترسمها لنا كنيسة المسيح أيام الأصوام، لكي نتفرغ للسماويات ونمتلئ نعمة داخلية تسمو فيها الأرواح إلى فوق، ممتزجة بمحبة المسيح، جالسة في حضرته، متمتعة بكامل رعايته. الأصوام التي تقدمها لنا الكنيسة ليست هي عبئا علينا، أو هي مجهود فوق طاقتنا، بل إنها بركة ومزيد من القوة للروح، فتسمو وتعلو وتقفز فوق الحواجز بعيدة عن الدنايا، منزهة عن الأخطاء، قانعة وبعيدة عن الأطماع. لما خلق الإنسان الأول قيل له في الوصية: تأكل من جميع شجر الجنة. لم يكن هناك مأكولات حيوانية، إنما هي ثمار طيبة بعيدة عن اللحوم. ولكن حينما أبعد عن الجنة تركت له الحرية لكي يأكل اللحوم فيذبح الحيوانات. فالأصوام التي رسمت قديما ثم بعد ذلك في العهد الجديد هي عودة إلى الحياة النقية البسيطة، وهي أيضا صحة للجسد ومتعة للروح، ليس فيها كلفة أو مشقة أو تعب. وقديما حينما سبى الملك نبوخذ نصر بعضا من شعب إسرائيل، كان هنالك فتية شباب أقوياء، من بينهم دانيال وزملائه الثلاثة والمذكورين في الكتاب المقدس، والذين نسبح في تسابيح ذلك الشهر، شهر العذراء كيهك الذي يسبق الميلاد، والذي نصومه استعدادا للقاء الوليد يسوع المسيح. أسماؤهم صدراك وميساك وابتناو، أو عزريا وحنانيا وميصائيل. هنالك كانت عادة أو وصية
لرئيس الخدم أو قولوا هو رئيس الديوان الملكي أن يعتني بفريق من الشباب ليكونوا في معية الملك ملازمين له، لهم حظوة خاصة مقربين إليه، فيجب أن يكونوا على قدر كبير من الصحة والوجاهة والقوة وحلاوة المنظر وجلال المظهر، فكان لابد للمسؤول عنهم أن يقدم لهم أطيب المأكولات وأشهى المشروبات. وحينما نظر دانيال رأى أن ذلك لا يتفق مع ما تربي عليه وحسب شريعته التي تقول أن هنالك حيوانات نجسة وأخرى طاهرة، فرأى أن يختصر الموقف ويقول لكبير المشرفين: إننا لا نأكل إلا الحبوب فقط، ولا نشرب من ذلك الخمر والمسكر الذي يذهب بالعقل والروح ويضني الجسد. فقيل له: إن الأوامر تقضي بغير ما تقول، وإذا ما أنا استجبت لكلامكم هنالك عقوبة، لأني سأكون مخالفا للمتبع والأوامر الملكية. رد دانيال: لا تخف، فقط أعطي لنا سؤلنا، استجب لكلامنا، أعطنا من القطان من الحبوب، وأيضا دعنا نشرب ماء ولا نلجأ إلى الخمور، ومعك 10 أيام اختبرنا فيها، إن رأيت فيها أو فينا هزالا أو ضعفا أو ذبولا أو مرضا فقل بعد ذلك ما شئت وعلينا أن ننفذ. استجاب ذلك المسؤول الأول عنهم، وبعد 10 أيام رآهم أكثر نضارة وأجمل منظرا وأقوى من بقية الفتية والشباب الذي كان بينهم. مرت السنوات المفروض أنها تكون لرعايتهم الرعاية الصحية، وبذلك يكون أهلا لأن ينضموا إلى الفريق الملكي، فوقع الاختيار عليهم. دانيال وزملائه 3 الذين كانوا موضع رعاية ومحبة الملك نبوخذنصر. أحلام كثيرة رآها نبوخذنصر حار فيها العلماء، ولم يصلوا أولئك السحرة أو المنجمون إلى حل لها، فانتهى به الأمر إلى أن يلجأ إلى دانيال، ذلك الفتى الشاب الذي أسروه من بلاده في فلسطين، وإذا به يستمع إلى كلام الملك، والملك لا يريد بعض أحيان أن يقول ما هو الحلم، أو إذا قال فهي عبارة عن غموض
وإعجاز وأمور تحير السامع ولا يفهم فيها شيئا، لأنها عرضت من قبل دانيال على أولئك السحرة والذين أسماؤهم أو صناعتهم باقية حتى الآن. فشل أولئك السحرة ونجح دانيال في أن يقول له الحلم وأن يقول له التفسير، وكانت لهم بهذا كرامة أكثر وأعظم. إنها بركة الصوم والصلاة والمجاهرة بالله وعدم السعي وراء ذلك الضعف البشري الذي يلجأ إلى الشياطين مستعينة بهم. لماذا نستعين أو نفكر فيما يتردد بيننا أن هنالك سحرة؟ كثيرا ما يسألني البعض، وخاصة سؤال يتردد على ألسن السيدات والفتيات حينما يجيء وقت لكي يكونوا على أهبة للزواج. يتردد إلينا كثيرون ثم ينصرفون، لماذا؟ قيل لنا أن هنالك سحر. وإذا كان السحر قويا لدرجة أن يمنع الخير الذي يأتي إلينا، لماذا نقول فلنشكر صانع الخيرات؟ صانع الخيرات يسوع، لكن الشيطان لا يستطيع أن يمنع خيرات إلا إذا كنا نحن نؤمن بقوة الشيطان وبعمله الضار، فنسعى وراءه ونلجأ إلى أولئك الناس الذين يقال عنهم إنهم سحرة ليفكوا السحر والرباط الذي يتصور أولئك الناس الفتية والسيدات أن ذلك السحر ربطنا. أي رباط هذا؟ يسوع أعطى تلاميذه سلطانا أن يحلوا كل رباط ويبعدوا كل عمل شيطاني. وإذا كنا نحن في معية الملك ومكتوب علينا أننا أبناء للمسيح وعلينا وسام المجد والبركة، نغتزي من جسده ونشرب حياة تسري في عروقنا من دمائه الطاهرة، هل بعد هذا نحن في ضعف لكي يستولي الشيطان على كياننا ويسد الأبواب في وجوهنا؟ طبعا لا، إنما نحن في تفكيرنا وإيماننا وعجزنا أن الشيطان هو الذي يتسلط علينا، هنا الضعف. جبهة ليست فيها قوة أو حراسة تحرسنا، ولكن يسوع الذي يأمر ملائكته لكي يكونوا حراسا علينا، عندئذ لا يمكن للشيطان أو لأي قوة بشرية مهما كانت أن تنتصر علينا أو تهزمنا. يسوع أعطانا نعمة فوق نعمة، نعمة متجددة وقوة فائقة، بها نكسب وبها ننتصر وبها نفرح ونتعزى. إذا ما كنا في ضعف علينا أن نلجأ ونضرع ونطلب من يسوع ونلتمس منه، باسطين أيدينا ورافعين قلوبنا ومناجين بأرواحنا: يا يسوع، بركتك، نعمتك، قوتك، قدرتك في التو والساعة تأتينا وتواتينا وتؤازرنا. النعمة ليس من إنسان
يلجأ إلى المسيح ويسوع يرفضه، لأنه القائل ها أنا ذا واقف وفتح الباب وعاوز كل واحد يفتح لي الباب، قلبي مفتوح وأنا عاوزك برضو تفتح لي بابك قلبك، ويناديك يقول لك تعال إلي، هو عاوز يجي إليك، وهو بيقول لك أنا جيت مخصوص عشانك. فلماذا تبتعد عن مسيحك؟ مصدر القوة، منبع البركة، هو الذي يعزي ويقوي. إذن العيب فينا وليس في النعمة أو القدرة الإلهية، وليس للشيطان قدرة أو قوة إلا إذا كنا نحن نسلم له ونطرح سلاح النعمة ونلجأ إليه في خزي وعار. أبناء المسيح عار عليهم أن يفكروا هذه الأفكار. الكنيسة بسلطانها وصلواتها سر مسحة المرضى، ليس هذا السر قاصرا لشفاء الجسد، بل هو أصلا لشفاء الروح، الروح المتعبة، الروح التي تجاهد أو تسقط في الطريق ضعيفة مهزومة. عندما تلجأ إلى المسيح يقيم من الضعف، لا يترك بطرس يغرق لأنه ضعف في إيمانه، بل يعاتبه لماذا هذا الضعف؟ لماذا ضعفت يا قليل الإيمان؟ لماذا شككت؟ لماذا تولاك الشك؟ ويمسكه يسوع ويرفعه من الغرق ويوصله إلى السفينة معه بسلام. ده مسيحنا، هذا هو المسيح الإله الذي أعطاك نعمة. الصوم نعمة وبركة، وليس الصوم فقط عن أنك تختار المأكولات البسيطة، فوق هذا كي تتفرغ. مرسى تحاول أن تقدم الإكرام ليسوع في صورة أطعمة كثيرة متعددة لها أشكالها وألوانها، ثم تعتب على أختها مريم التي لم تشاركها في إعداد الطعام، ولكن يسوع يقول لها مرسى، مريم تستمع لكلام النعمة، اختارت النصيب الصالح، أنت ترتبكين وتهتمين بأمور كثيرة، عاوزة تجهزي هذا الطعام وذاك، لكن الحاجة إلى واحد، لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. أي خصام من هذا؟ إنسان ليست بينه وبين السماء صلة، هنالك قطيعة، إنسان بينه وبين أقربائه أو بين أحد من الناس هنالك أيضا قطيعة وعداوة، هذا خصام يمنع الروح من أن تفتكر أو تحلق في السماويات، لأنها مربوطة بقيود أرضية تمنعها من الحركة أو الفكر الطيب أن تكون في مجمع القديسين في حضرة الرب يسوع محاطة بالملائكة. الصوم تفرغ، لو كان الإنسان مهتما فقط بماذا يأكل وماذا يشرب وماذا يلبس يصير إنسانا دنيويا عالميا ليس فيه ذرة من الاهتمام بالسماويات والفكر أن هنالك يوما ما سيلجأ بين يدي المسيح للمحاسبة. إذا كانت هنالك محاسبة حاسب نفسك أولا لكي لا تقع يوم القضاء المريع بين يدي الله العادل، ولا تستطيع حينئذ أن تقدم شيئا فيه من الروحانية أو الخلو من الذات، لا عاوز أكل أشرب أنا، كل هذه أمور تجذبك وتربطك بقيود أرضية.
نحن تراب وإلى تراب، لكن هذا الجسد الترابي الذي نسكنه الآن نعطيه الأولوية، والروح الخالدة التي تبقى وتدوم عكس الجسد الذي يتحلل ويرجع إلى تكوينه الأصلي وهو ترابي، من تراب وإلى تراب، وما أكلناه انتهى بانتهاء الجسد، وما لبسناه أيضا تهرأ مع ذوبان الجسد، وكل هذا لا يدوم. يسوع يقول لك ما تهتمش بالأكل، ده الطيور بتاكل، أنا بعطيها أكلها واهتم بيها، وما تهتمش أيضا باللبس والزوجة، ده اللبس ده. طيب انظر إلى زنابق الحقل، إلى الزهور، إلى الطبيعة، هنالك ما هو أجمل بكثير من الملابس التي يتفنن الإنسان في صناعتها ولبسها على أنه يكون أجمل الناس. كل هذه خيالات تنتهي بانتهاء الوقت المحدود والقليل الذي تتبختر فيه العروس أو يتمشى فيه البشر، أو ذلك الهيرودس الذي لبس الثياب الملكية وأراد أن يبرز ويري نفسه لرعيته في أبهى حلة وأعظم مظهر، فإذا ملاك من السماء أو صوت إلهي يرن في آذانه أنه انتهى، ملاك من الرب يضربه بالدود قدام الناس الأول عال، والناس بيقولوا إيه يحيى الملك، أي ملك إن هذا الأرضي، ده بيكلمنا، ده صوت إله وليس صوت إنسان. إيه يا هيرودس ما تقول المجد لله، أنا إنسان زيكم، لا بيتفاخر. ناس غلابة بيقدموا تظلمات، مظلومين، ضرائب كثيرة موضوعة عليهم، عليهم أن يسددوا ويدفعوا مرة ومرات بواسطة أولئك العشارين، جبات العشور وما أكثرها، قد تأكل الكل وليس العشر أو النصف. وهذا كان شأن أولئك العشارين الذين يقتادون من دماء الناس الغلاب. بيحيوا الملك والملك فرح وفرح وما دامش مرض، والدود يأكله ويملى عينيه وجسده وبقى حالة ذرية لأنه تعظم على الله. أي ملابس هذه؟ أي مأكولات أكلها؟ أي أموال جمعها؟ ولذا يقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ ولا ينقب سارقون ولا يسرقون. ما فيش حرامي هيقدر يوصل ولا يسرق، ده السماء. ويسوع مش بيقول لك على مالك، ده بيقول لك على حالك انت، من رأسك لقدميك بكل الكيان تكون ملكا للرب يسوع. كل فكرك، الفكر هو الذي يحارب الشيطان، يمسك أذنيك، يعطي لك فكر، يمسك عقلك، يسرح بيك إلى أي مجال يجعلك تطوف العالم كله. وفي مرورك بالعالم وطوافك به ليس شيء لصالحك، بل هو مقتنيات لآخرين، تقول آه أنا عاوز دي، أنا نفسي في دي، فلان عنده العمارة دي أو السراية دي، البنك ده فيه أموال كثيرة لناس أغنياء، أنا ليس لدي شيء من هذا. كل هذا يزول، والكرة الأرضية من أولها لآخرها كلا شيء. أما ما يدوم فهو الله وخليقته، والخليقة التي تدوم صنفين، صنف أولاد المسيح، أولاد النعمة الذين يكونون بجانبه في وليمة العرس، ونوع آخر ما أبعده عن النعمة وعن الوجود في حضرة المسيح، هنالك في مكان قصي بعيد عن الأنوار، ظلام دامس، عذاب للضمير، صرير للأسنان، كرب، ولا يمكن للإنسان مهما حاول خياله أن يصل
أن يصف ذلك التعذيب الذي يلاحقه، ويا ليت الأمر كانت له نهاية. كنا نقول المهم سجن أشغال شاقة أقل منها تنتهي الأيام، لا، ليس هنالك نهاية، هي ديمومة استمرارية، بقاء بلا نهاية، بقاء هكذا الروح خالدة، وهكذا النعيم والجمال والفرح دائم، وبالعكس العذاب والنقمة والتجرد من الفرح، الحزن الدائم دائم أيضا. هي أيام معدودة، ويسوع أوصى اكنزوا لكم كنوزا في السماء، مش في الأرض، أيوة في السماء، الأرض تعمل بها ايه؟ ما يضيع منك، لا تهمك الأكل ولا الشرب. أجمل حاجة أنك تحيا في رعاية المسيح، في مجد السماء، في بركات متواصلة. حزين؟ الكتاب المقدس يعزيك، الصلاة تقويك، الترانيم تفرحك، أنت مزود بأسلحة روحية لا يمكن للبشر أن يحاكوها أو يقلدوها. ننتقل من الصوم إلى الصلاة، هي القوة الدائمة، تفتح قلبك، ترفع قلبك وتقول يا يسوع إلهي، وإذا بالسماء تنطق وتجاملك وتعطف عليك وتفرحك وتعطيك سؤ لقلبك، بس عليك انك انت تكون طلباتك مقبولة. وكيف تكون مقبولة؟ لا تطلب لذاتك، يسوع قال لك انا مهتم بأكلك بشربك بلبسك بحياتك بكيانك، اطلب طلب روحاني. ما هو الطلب الروحاني؟ قول انا عاوز اجي السماء يسوع، عاوز اكون معاك وتكون معي في الارض واكون معك في السماء. يعني انت عاوز تسجل اسمك كابن دائم في ملكوت السماوات، تسجله هناك وتصير على منواله وتشوف اللي بيفرح يسوع واللي هو يحزن قلبي يسوع تبعد عنه. دي الطلبات المطلوبة، وبغير هذا نحن نضل الطريق. ومهما حاولنا أن نعزي أنفسنا بأساليب بعيدة عن نعمة المسيح الغنية المشبعة، فنحن نضل أنفسنا. إذن علينا أن نتبع المسيح ونسير في أثر خطاه، ولا نسلك سلوك الأشرار، بل نسلك كأبناء للنعمة. وليس لإنسان حق أن يطالب بالملكوت ما لم يكن هو مؤمن في أعماقه أنه ابن للملكوت. أولا وأخيرا، ليس لنا من طلبة أو سؤل لقلبنا إلا أن نحيا مع مسيحنا الذي أحبنا ودعانا إلى مجده السماوي، ابنه يسوع فاتح ذراعيه، يسوع المسيح إلهنا ليضمنا بين يديه، ونحن نصلي إليه أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة. انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعكم. أمين.